السلام عليكم حبايبي. النهاردة مع سلسلة الرسم بالتظليل برضو نزلت لكم الفيديوهين ورا بعض اللي هم الأصحاب، علشان أي بنات صغيرة ممكن ترسم الرسمة دي وتهديها لصاحبتها في عيد ميلاد، في نجاح مع الهدية اللي هتوديها لها، تبقى جميلة وفي نفس الوقت سهلة جدا. هتتعلم من خلالها ازاي ترسم الخصلة الاول في البداية حاجة بسيطة، بعد كده الرسمات التانية اللي انا منزلها هتبتدي تشتغل فيها وايدها هتمشي ان شاء الله واحدة واحدة. يلا بينا نشوف الرسمة مع بعض، وما تنسونيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس. يلا بينا.